السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في أخبار السادسة من مركز الأخبار بتلفزيون البحرين. نبدأ بأبرز العناوين. اتخاذ الإجراءات القانونية بحق مخالف الكمامة وضبط أكثر من 100 مخالفة بالمحافظات. تنفيذ 14,000 عملية تطهير بمجموعة من المنشآت والمرافق الحيوية. وزارة الأشغال وشؤون البلديات تنجز 75% من مشروع الحديقة المائية. أهلا بكم إلى تفاصيل السادسة. صرح الفريق طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام بأن مديريات الشرطة ماضية في اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة بحق مخالف القرار الوزاري بإلزام مرتدي الأماكن العامة والمحال التجارية والصناعية بارتداء الكمامة باعتبار ذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا. وأوضح أن مجموع المخالفات المضبوطة منذ بدء تنفيذ القرار تجاوز 100 مخالفة، بعدما كانت شرطة خدمة المجتمع قد نفذت حملات توعوية للتأكيد على أهمية استخدام الكمامة بالأماكن العامة في حال اقتضت الضرورة خروج المواطن أو المقيم من منزله للحصول على الاحتياجات الضرورية والمعيشية. وأضاف أن هذه الإجراءات القانونية تستهدف في المقام الأول سلامة الفرد من منطلق أن حماية لنفسه حماية لمجتمعه، منوها في الوقت ذاته إلى أن التقيد بمبدأ التباعد الاجتماعي من بين أهم الإجراءات الواجب التقيد بها في طوابير الانتظار أو أثناء التسوق، من خلال الحرص على أن لا تقل المسافة بين أي شخص وآخر عن متر. نفذ الدفاع المدني منذ انطلاق الحملة الوطنية للحد من انتشار فيروس كورونا حوالي 14,000 عملية تطهير بمجموعة من المنشآت والمرافق الحيوية. وفي هذا السياق صرح مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني أنه بالتنسيق مع كافة الجهات والشركات المعنية بدأ الدفاع المدني بمباشرة العمل في عدد من المجمعات التجارية في مختلف المحافظات ضمن جدول زمني تم إعداده مسبقا بالتعاون والتنسيق مع المديريات الأمنية والجهات المختصة، حيث تم الاستعانة بما يقارب 75 متطوعا مجهزين بمعدات التطهير و20 من ضباط وضباط صف الدفاع المدني، بالإضافة إلى 40 من آليات الدفاع المدني. وأشار مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني إلى أنه وفي إطار التزام الدفاع المدني بتدريب وتأهيل المتطوعين لعمليات التطهير الاحترازي، فقد بلغ مجموع المتطوعين في الدفاع المدني ما يقارب 2516 متطوعا، وكذلك القيام بالإشراف والمشاركة فيما يقارب 130 عملية تطهير احترازي مع المتطوعين ضمن خطة عملهم الميداني في مختلف المحافظات. هذا وحثت وزارة الداخلية مساء اليوم المواطنين والمقيمين بالتقيد بالإجراءات الاحترازية واتباع الإرشادات الوقائية، ودعت الوزارة الالتزام بمنع التجمعات بالمنتزهات والسواحل العامة والحفاظ على التدابير الوقائية أثناء اللقاءات العائلية والاجتماعية. وأضافت الوزارة أن التقيد بتعليمات التباعد الاجتماعي في صفوف الانتظار والحرص على ترك مسافة لا تقل عن متر في مراكز التسوق وأماكن الخدمات العامة، مؤكدة أن السلامة العامة مسؤولية الجميع من خلال اتباع التعليمات والإرشادات لحماية المجتمع، وتمنت السلامة للجميع وأن يحمي الله البحرين من كل سوء. وصلت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية حملاتها التفتيشية المفاجئة على كل المنشآت الصحية للتأكد من اتباعها التعليمات والتوجيهات والإجراءات الاحترازية لمكافحة العدوى والإجراءات السليمة لمواجهة فيروس كورونا كوفيد-19، وخصوصا فيما يتعلق باستقبال المرضى وحماية العاملين الصحيين والتأكد من تطبيق الإجراءات بالشكل السليم. هذا وصرحت الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتورة مريم عذب الجلاهمة بأن هذه الحملات تأتي في إطار التأكد من التزام المؤسسات الصحية الخاصة بالمعايير المعتمدة والتوجيهات الصادرة عن الهيئة وكل الجهات الرسمية.
وأشارت الدكتورة الجلاهمة إلى أن الهيئة باشرت التوعية بالإجراءات الاحترازية مبكرا حتى قبل تسجيل حالات قائمة بالفيروس في مملكة البحرين، إذ عقدت الهيئة بالتعاون مع إدارة الصحة بوزارة الصحة لقاء تنسيقيا للمسؤولين والمعنيين في المستشفيات والمؤسسات الصحية الخاصة للتنسيق المشترك بين الجانبين والوقوف على الاستعدادات والإجراءات الوطنية الاحترازية بشأن فيروس كورونا. وللمزيد حول هذا الموضوع تنضم معنا عبر الهاتف الدكتورة مريم الجلاهمة الرئيسة التنفيذية للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية. مساء الخير يا دكتورة. دكتورة، بداية نشكركم على جهودكم في مواصلة الحملات التفتيشية على المنشآت الصحية. ما أهمية التركيز على المنشآت الصحية في هذه الفترة بالذات؟ نعم صحيح، طبعا بناء على توجيهات اللجنة التنسيقية والقرارات الصادرة عن سعادة وزير التجارة بغلق بعض المؤسسات التجارية، ومنها التركيز على بعض المؤسسات الصحية، بعض الإجراءات خلينا نقول أدق في بعض المؤسسات وليس غلق المؤسسات، كان في البداية توجيه حق المؤسسات الصحية بالتركيز على تقديم الخدمات الصحية الضرورية والطارئة والتي لا تحتمل التأجيل، وتأجيل بعض العمليات الجراحية غير الضرورية والإجراءات غير الضرورية. هذه جزء هام حتى ما نخلي فيه اختلاط، سواء يتعرض المواطنين في هذه المؤسسات أو العاملين الصحيين في هذه المؤسسات للعدوى. ثانيا، كان مهم جدا أن احنا نتأكد من أن بناء على هذا أن يكون هناك بدائل، مثل توفير خدمات الاتصال عن بعد أو الاستشارة الطبية عن بعد، توفير خدمة توصيل الأدوية وهكذا، حتى ما نبخص المريض حقه في الحصول على الرعاية الصحية. وثم نأتي إلى ما يجري في المؤسسة الصحية في وقت عملها في هذا الوقت من وجود فيروس الكورونا، بأن احنا نتأكد من أنهم يتبعون إجراءات مكافحة العدوى، سواء في قاعات الانتظار أن يكون في هناك تباعد اجتماعي، في الحفاظ على الطاقة والطواقم الصحية والطبية أن تكون لديها الألبسة الكافية من التي تؤمن لها الوقاية من التعرض للفيروس، سواء من خلال المريض المعدي. وكذلك تأكدنا من إجراءات من دخول المريض المؤسسة وكيف يتم تصنيفه بناء على حالته الصحية، كل ذلك من أجل الحرص على عدم انتشار الفيروس في هذه المؤسسات. نعم دكتورة، خلال هذه الحملات هل تم رصد أي مخالفة، وأيضا إلى أي مدى هذه المنشآت آمنة؟ نعم طبعا، نقدر نقول بشكل عام المنشآت الآن أصبحت آمنة وواعية لما يحدث، وأصبحت بالعكس هي من خلالها يتم تشخيص بعض الحالات اللي يتم التواصل معهم عبر الخط 444 لطلب نقل المريض لعمل الفحوصات اللازمة. لكن ضبطنا بعض المنشآت ما التزمت بالقرار وتقدم خدمات غير ضرورية، وإحنا نريد من هذا الشيء أن نقلل من الحاجة لخروج المريض لأشياء غير ضرورية. طبعا في البداية إحنا أعطيناهم اختارات كإنذار أولي، ولكن إذا ما التزموا في أحد المؤسسات تم إغلاقها. طيب دكتورة، ما مدى اختلاف آليات الحملات التفتيشية في المنشآت الصحية عن غيرها من المنشآت؟ طبعا في المستشفيات في سياسات خاصة لمكافحة العدوى فيها، يعني بشكل عام نعم نطبق سياسة التباعد الاجتماعي، ولكن هناك التعامل مع المريض تصنيفه من بدء دخوله، انه يكون الناس اللي عندها اعراض انفلونزا يكون لها مكان مستقل عن بقية المرضى يدخل فيه للفحص، الطريقة اللي يتعامل فيها العامل الصحي، والآلية اللي يتواصل فيها مع الجهات المعنية في حال الشك. فالإجراءات شوية أكثر دقة من الإجراءات العمومية اللي تتم مثلا خلينا نقول في المجمعات أو المحال التجارية. نعم. طيب دكتورة، كل الشكر والتقدير لكم. الدكتورة مريم الجلاهمة الرئيسة التنفيذية للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، شكرا لك. الثالثة مستمرة وفيها بعد قليل. أكثر من 5 ملايين زيارة للبوابة التعليمية منذ بدء تعليق الدراسة.
أعلن وزير الأشغال والشؤون البلدية والتخطيط العمراني سعادة المهندس عصام بن عبد الله خلف عن الانتهاء من 75% من أعمال المرحلة الثانية من تطوير الحديقة المائية بصورة عامة، موضحا إلى أنه تم إنجاز 90% من منطقة مواقف السيارات و80 من المباني الخدمية في الحديقة. وأشار الوزير خلف إلى أن المشروع يحظى باهتمام خاص من قرينة عهد البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة، التي أكدت على الحفاظ على موروث الحديقة المائية التاريخي. كما أكد سعادة الوزير على إعادة تأهيل الحديقة وأن تتم المحافظة على البحيرات والشكل العام للحديقة متمثلة في المماشي والمسطحات المائية الموجودة والأشجار المعمرة. قامت أمانة العاصمة بجولة تفقدية لمناطق العكر وسترة والمعامير للاطلاع على الجهود التطوعية التي بادرت بها الفرق الأهلية في هذه المناطق من خلال القيام بحملات نظافة وسط الأحياء السكنية ودعم جهود الأمانة في جمع ورفع المخلفات. وعبرت الأمانة عن شكرها وامتنانها لأهالي هذه المناطق على مبادراتهم التطوعية في الحفاظ على مستوى النظافة بمناطقهم، ما يعكس الحس الوطني والمسؤولية الاجتماعية والشراكة المجتمعية بين المؤسسات الرسمية والأهلية. كشفت إدارة نظم المعلومات بوزارة التربية والتعليم أن البوابة التعليمية قد شهدت أكثر من 5,700,000 زيارة منذ بدء تعليق الدراسة في الصفوف الدراسية في الأسبوع الأخير من فبراير الماضي ولغاية 14 من أبريل الجاري، في الوقت الذي تمكنت فيه الوزارة من التعامل الإيجابي السريع مع 40,705 طلبات دعم فني من المستخدمين من خلال صفحة مخصصة لذلك في موقع البوابة. هذا وطورت الوزارة خدمة الدعم الفني للمستخدمين من طلبة ومعلمين وأولياء أمور وغيرهم لمعالجة أي مشكلة تتعلق بالدخول عليها لضمان استخدام خدمات البوابة دون أي معوقات، حيث بإمكان المستخدم تقديم طلب الحصول على خدمة الدعم عبر البوابة ليستلم بعد ذلك رسالة عبر بريده تحتوي على رقم الطلب لمتابعة طلبه. وأشارت القائم بأعمال مدير إدارة نظم المعلومات إلى أن عملية الرد على البلاغات تمتد إلى ما بعد أوقات الدوام الرسمي، وذلك حرصا من الوزارة على توفير أقصى قدر من الدعم للإسهام في استدامة العملية التعليمية بالوسائل المتاحة. وإلى حالة طقس محافظات مملكة البحرين. ختام النشرة، شكرا لكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.